اليوم نبحث عن الفخامة والتميز والجودة والعروض القوية، وين نلقاها؟ نلقاها في ديفانو. وهذه العروض القوية راح تكون من اليوم إلى نهاية شهر رمضان أو حتى نفاذ الكمية. نبدأ معاكم بهذا الطقم الجميل والأنيق. حق كم شخص هذا؟ حق 8 أشخاص يا جماعة. طبعا مرة حلو ومرة مريح. سعر السابق 6900 وحاليا 6210 ريال، وفي خصم إضافي إلى الضامن راح يكون بكم؟ راح يكون ب 5899 ريال. شو رأيكم في طاولة الطعام هذه؟ فاخرة خشبية معاها 6 كراسي. شوفوا كيف فخامة الكراسي. السعر راح نتفاجأ، بس خلني أقول لكم قبل السعر، راح يكون معاها هذا البوفيه الجميل، سعرها يا حبيبي 4531 وحاليا 3890 ريال بس. خلني أقول لكم بموقع ديفانو ونرجع نكمل معاكم باقي التغطية. ما شاء الله تبارك الله، فروعهم مرة مرة ضخم، موجودين بشارع القدس المجيدية. هناك تصير مكتبة الصفار، محطة البنزين، مزايا الغداء، هو يصير بعدهم. يلا نكمل معاكم التغطية. ومعاي فخامة هذا الطقم، طبعا صناعة تركية ومعروفة صناعة تركية. طبعا هذا الخشب زان من النخب الأول. شوفوا كيف فخامة الأرجل حق الكنب بالإضافة إلى خشب الزان، مرة فخم. الحلو في هذا الطقم ان نقدر نتحكم في طريقة التوزيع حقه، لان عندنا القطعتين هدول او كله تقريبا متحرك، يعني ممكن احنا نغير في الاماكن حق الطقم. يكفي تقريبا من 7 إلى 8 اشخاص. بصراحة مرة مرة حبيت هذا الطقم. شوفوا سعره 7148 وبعد الخصم راح يكون ب 6790 ريال. بصراحة يستحق. رأيكم في فخامة غرفة النوم هذه؟ غرفة نوم، سرير مع كمدينتين، راح يكون معها هذا الدولاب الخمسة أبواب، بالإضافة إلى هالتسريحة الفخمة، بالإضافة إلى وحدة الأدراج. كل هالفخامة من 7331 بعد الخصم، وفي خصم إضافي راح يكون ب 6270 ريال. الطعام مع 6 كراسي. شوفوا فخامة الخشب وشوفوا كيف فخامة الكراسي. تصاميم المودرن هي اللي مطلوبة الآن. شوفوا كيف البوفيه، طبعا هذا جاي مع طاولة الطعام. كل هالفخامة من 4962 راح يكون السعر 4250 ريال. طاولات الطعام عليها ضمان، عليها ضمان سنة. شوف مرة عجبتني حركة الأرجل حقها. والكنب، الكنب راح يكون عليه ضمان 3 سنوات على ضغط الإسفنج، على الهيكل حق الكنب. طاولات الطعام عليها ضمان، عليها ضمان سنة. شوف مرة عجبتني حركة الأرجل حقها. والكنب، الكنب راح يكون عليه ضمان 3 سنوات على ضغط الإسفنج، على الهيكل حق الكنب. أخبركم على سر خطير، السجاد إلين 50 إلين 60%. سجاد صناعة تركية مترين بثلاثة أمتار، مرة فاخر. شوفوا ألوان كيف والنقوشات اللي عليه، من 750 راح يكون الآن بكم؟ 400 ريال بس. وش رايكم يا جماعة؟ فرصة الجمال، صناعة تركية. خلينا نشوف النقوشات. شوفوا يا سلام، اللي بعدها الله. طبعا هذه مقاسها مترين في 3 متر. طبعا عندكم ما شاء الله كمية من النقشات. سعرها السابق سابقا 1186 حاليا 573 ريال، 50%. فرصة شراء، صناعة تركية، حط في كمية تنوع وبمقاسات متعددة وأشكال. وهذه القطع حق الممرات، وعليها إيش؟ عليها تصفية شاملة. ومثل ما قلت لكم فرصة شراء، الخصومات تصل إلين 60%. وهذه المقاسات الكبيرة حق الصالات، حق المجالس الكبيرة، أهم متوفرة عندهم. طبعا هذا العرض بيطلع ترند، كرسي استرخاء، افتح لي إياه. يا سلام، تخيلوا معايا يا جماعة أن هذا بعد الخصم كم بيكون سعره؟ 964 ريال، كرسي استرخاء فاخر، وممكن نعمل منه طقم. خليني أوريكم باقي القطع اللي فيه. القطعة تجي منها ثنائية حق شخصين. يا سلام. راح يكون سعرها بعد الخصم كم يا جماعة؟ من 2070 ريال إلى 1708 ريال بس. هذه ثنائية، وفي منها ثلاثية. هذه منها الثلاثية، طبعا أنتوا تشوفوها كذا قطعتين بس، هي حق 3 أشخاص. هذه سعرها السابق 3105 وحاليا 2655 ريال. الغرفة مرة عجبتني، أحب الأشياء الناعمة اللي كذا. أنا صورها كذا من قرب. طبعا سرير مع كمدينتين، تصميم حلو رائع. يحبون الموديلات المودرن مرة مرة راح تعجبكم. معاها راح يكون وحدة الأدراج وهذه التسريحة الأنيقة. شوفوا فخامتها، بالإضافة إلى هذا الدولاب اللي جاي 5 أبواب. شوفوا كيف حركة المقبض حقه وجماله، مرة واسع حلو أنيق.
سعرها السابق 6954 وحاليا راح تكون ب 5950 ريال. غرف نوم الأطفال طبعا عدة موديلات يا جماعة، وأسعار أسعار تنافسية. إيش رأيكم فيها؟ هذه مرة حلوة وهذه مرة أعجبتني، شوفوا كيف اللون الأبيض مع اللون الخشبي. هذه مرة مرة حلوة حق البنوتات، شوفوا جمالها كيف، يا حركات مرة حبيت. يعني مثل غرفة النوم هذه كاملة، سرير مع كمدينة مع الشماعة مع الدولاب مع هذه تسريحة، وبنفس الوقت طاولة مذاكرة. تقريبا كم؟ 2500 ريال، وش رايكم؟ وهذا موديل آخر. طبعا كل الأسعار اللي ذكرناها شاملة الضريبة وشاملة التوصيل والتركيب مجانا. بالإضافة عندهم طاولات شاي تهبل، وعندهم طاولات وسطية، وعندهم الأطقم. مرة عجبتني حركتها هذه، الخشب مع الأرجل الستيل. شايفين الطقم هذا؟ هذا بعد الخصم ب 6640 ريال، يجنن حق 8 أشخاص، مرة فاخر يا جماعة. إضافة عندهم الكراسي المفردة، يا حركات. طبعا الكرسي هذا الآن هابين فيه مفرد. طبعا المعرض زي ما انتم شايفين مرة مرة ضخم، اللي صورناه هذا جزء بسيط من منتجاتهم. بعد السنابة هذه راح أحط لكم الانستغرام حقهم، تابعوهم وشوفوا الجديد عندهم، وتشرفوا هنا في ديفان، ولا يفوتكم الخصم الرمضاني.